ولطقوس رمضان خصوصية لا نجدها إلا في المساجد، وعلى وجه التحديد المساجد التاريخية. ففي مسجد البيحان الذي تأسس عام 1960 تجديدا لمسجد الإمام العسقلاني، يبدأ توافد المصلين قبل ساعة أو أكثر من أذان المغرب، وتقضى هذه الأوقات بقراءة القرآن الكريم. تم إعمار هذا المسجد سنة 806 هجرية، وسمي بمسجد العسقلاني نسبة إلى الإمام ابن حجر العسقلاني. في بعض الروايات أنه جاء إلى هذا المسجد ومكث فيه. تفرش سفرة كبيرة في مؤخرة المسجد للإفطار الجماعي كأحد التقاليد الاجتماعية، منها الأذكار التي تقرأ مع التراويح، منها الموشحات التي تؤتى بها في التذكير قبل صلاة الفجر، منها الختومات التي تكون في مؤخرة الشهر الرمضاني، عدد كثيرة أيضا منها الإفطار في المساجد الجماعية. بعد صلاة المغرب يأخذ المرء راحة، فأمامه ليل عامر بالصلوات والأذكار والأجواء الروحانية. ففي المساجد الملتزمة بالمدرسة الصوفية المعتدلة ما زالت تصدح مختلف الأذكار التي تعطي لهذه المدينة نكهتها الروحانية الخاصة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.